اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سياده النائب، مهم جدا جدا الناس تعرف دور الرابطه خلال هذه الفتره، لانه الفتره اللي فاتت الحقيقه زي ما قلت لحضرتك اشادات كثيره جدا باللي بتعمله الرابطه بالشكل التلفزيوني، الاخراج التلفزيوني. كيف تطور الامر سريعا جدا في ظل مطالبات لسنوات عديده وكبيره جدا، ال 20 25 سنه اللي فاتوا دايما اي اتحاد كره قدم بيبقى موجود كان هناك مطالب ان تكون هناك رابطه. صحيح. كيف تحقق ذلك في ظل 6-7 شهور؟ لا احنا ثلاث شهور بس. ثلاث شهور والله كنت استعاذ اصعب حاجة. اصعب. هي احنا متاخرين، كنا في قصه كره القدم في ان احنا يبقى عندنا رابطه للانديه المحترفه. مظبوط. وكان حلم زي ما حضرتك قلت بيتنادى بيه عبر اتحادات كتير ومن الانديه كلها. لكن الحقيقه الحراك اللي حصل في الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره والانديه وان يبقى في رغبه السنه دي، لا هيبقى في رابطه. وده يمكن اللي سهل الموضوع وان تتكون الرابطه. ظروف تكوين الرابطه جه في توقيت صعب شويه. موسم مزدحم جدا. في كاس امم افريقيا، في تصفيات كاس عالم، في اربع انديه مصريه مشاركه في بطولات افريقيه. توقفات كتيره جدا. لخبطه في الفيفا وفي الكاف في تحديد المواعيد. هنتكلم عنها طبعا. وعندك بقى رصيد متراكم من المواسم الغير منتظمه كمان. ده يخصنا محليا. مزبوط. فخلانا بنلعب بره الفيفا ديتس بتاعت العالم كلها. فكانت مهمه تقيله، مهمه صعبه. الحقيقه انا محظوظ جدا جدا بمزاملتي لكل الساده اعضاء الرابطه، وان انا اشتغل معاهم، وان احنا يعني بصراحه حاجه فيهم عارف يعني تفاني من اول يوم. واشتغلنا الحقيقه 24 ساعه. في حاجه مهمه دايما الناس تبقى حطاها في دماغها في اي مجال، حاجه تقدر تحلم وتقدر تفكر، بس عشان تيجي تشتغل وتنفذ حسب انت فين. فاحنا في مصر، في مصر دوله كبيره ودوله قويه، مؤسساتها مؤسسات كبيره. فبيخلي المسؤوليه على اهل المهنه. يعني احنا كنا بنقعد نطالب، بس هل في حد كان بيعمل الواجب اللي عليه ويروح يتقدم للمؤسسات دي بفايل؟ وهم كانوا بيقولوا لا، ده مش حقيقي، لان فعلا مصر الحقيقه انجازات في جميع المجالات ومؤسسات قويه جدا. فحاجة بتقول لي الفتره قليله، فتره قليله عشان مؤسسات الدوله قويه. لما نيجي نتكلم عن ملف زي عوده الجمهور، احنا كان بقالنا سنين ما فيش جمهور. مظبوط. لما تقدمنا بالملف لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه اخذت قرار بعوده الجمهور. بس طبقا لضوابط. اوكي. فبالتالي انت عندك مؤسسات قويه وشغاله وبتعمل اللي عليها. ده بينقل على طول دايما المسؤوليه على اهل المهن. فبيبقى متطلب ان احنا اللي نعمل المجهود عشان نقدر نلاقي النتيجه. ومصر زي ما حضرتك شايف لما دلوقتي بقت محط انظار العالم في تنظيم اي بطوله او اي ايفنت، بتلاقي العالم كله انظاره بتتجه لمصر. فالمقاومات موجوده. كانت عاوزه بس ان احنا نشتغل عليها. واشتغلتوا عليه. اشتغلنا الحمد لله. حضرتك وبقيه اعضاء الرابطه كلهم اسماء كبيره جدا الحقيقه، كلهم اسماء محترمه وقعدوا فترات طويله جدا في كره القدم المصريه سواء كمسؤولين او كلاعبين. يعني دي حقيقه، وكلهم الحقيقه انا بتشرف بمزاملتهم والعمل معاهم.